النقاش الحاد اللي صار ما بين المجي رحوي النائب عن الجبهة الشعبية وسيد صاحب عتيق رئيس قطعة حركة المال أثار العديد معناتها من الجدل وردود الأفعال. فيما يتعلق بالكلام اللي تحكيه والكلام اللي تقال على أجور النواب والمنح هذايا، شنو هي الإضافة اللي تنجم تضيفها سيادة الموضوع هذا؟ ثم حتى إضافة اليوم أنا نقول أن هناك قانون عدد 20 موجود على الموقع نتاع الأنسي. القانون هذايا ينظم سير العمل وينص على الاستقلالية المالية والإدارية للمجلس الوطني التأسيسي. نحن خدمنا على أنه للأسف الشديد لم ننص على هذه الاستقلالية في تنظيم وقت الصلب، وهذه غلطة قمنا بها من بين أخطاء، لأنه نحن مبتدئين ما عندناش خبرة في الميدان هذايا. لكن اليوم إذا نحكيه على هيئة أنت انتخابات مستقلة ونحكيه على هيئة قضائية مستقلة، فما ذلك بسلطة تشريعية اليوم في البلاد، سلطة كاملة تشريعية لا يكون لديها الاستقلالية الإدارية والمالية. علاش اليوم ما نحكيوش أنه ثم نقابة داخل مجلس الوطني التأسيسي باش تقرف؟ وعندها الحق، لانه ثم خطط وظيفيه نتاع مستشارين معطله 5 سنين و10 سنين. هذوما اليوم مستشارين يخدموا مع الهيئه الصيغه والتنسيق ويقعدوا لحد التعليل، هذا كنتم الاعلام ما تصوروهوش. يعني كل هذا ما نحكيوش عليه. وشد سيمونجي للاسف الشديد وهو نائب ينتمي لينا، نحن بيتيو 17 نائب رغم اختلافاتنا، لكن نحن يلزمنا ثم مينيموم تاع هيبه وتاع احترام لبعضنا. على سيمونجي الرحوي اليوم يحكي على المجلس الوطني التاسيسي وكانه سيادته مش نائب. انا ادعوه وادعو كل النواب اللي يحكيوا على الزوالي ويحكيوا على المسكين انه يعمل ورقه، يعمل ورقه يقول انا فلان الفلاني اتنازل عن منحتي اللي هي مش اجر منحه، اتنازل عن منحتي للزوالي وللمسكين. علاش كي جانا ربي المره فاتت سي مجي الرحوي ولا غيره ما تنزلش عليه؟ انا اليوم اسال انت الاداره واسال مساعد الرئيس شكون السيد النائب المحترم اللي يحكي هو على الزوالي في اطار حمله انتخابيه وتجاذب سياسيه تعيسه جدا. اليوم فماشي هو نجمش يحط ورقه، خلي يحط ورقه في المجلس الوطني التاسيسي يقول راني انا فلان الفلاني وانا فلان الفلانيه راني انا نتنازل منحتي للزوالي، يولي الكلام يقولوا فيه قول وفعل. وادعو هؤلاء للحضور داخل اللجان الهامه، خاطر اليوم عندنا قضايا هامه في المجلس الوطني التاسيسي. انا ما ريتش هؤلاء في لجنه الشهداء وجرحى الثوره ويضرب بولون بالبوني على ملف الشهداء وجرحى الثوره وضحايا الاستبداد المعتصمين، ما ريتهمش حاضرين في لجان تاسيسيه هامه، ما ريتهمش حاضرين في جلسات عامه. ادعوهم باش يحلوا فليساتهم بالمنطق التونسي البسيط، يحلوا فليساتهم ما دام اليوم نحن في اطار المجلس الوطني التاسيسي يلزم يكون موجود في المجلس الوطني التاسيسي. وانا كنت من النواب التي ولا زلت ادعو الى الاقتطاع. اللي يغيب ما عندوش مساله صحيه ربي ان شاء الله يشفي الناس الكل يقتطع، ما عندوش عذر شرعي كيف الوظيفه العموميه يقتطع من المنحه نتاعو. مدام يمين الزغلاني، اخر سؤال نحب نختم به. فما برشا ناس تفاعلوا سواء ايجابيا او سلبيا مع الكلام اللي كان قال في اطار تسريب وخرج نقاش بين النائب المنجي الرحوي ونائب لليوم، معناتها فما برشا ناس مازالوا ما عرفوش شكون. فما برشا اتهامات يقولوا انهي مدام يمين الزغلاني. لا مانيش انا في اطار انه هشام يوصل يتقال من قبيل يعني نبيعوك ونشريوك وغير ذلك. شنو هو رد فعلك على لا انا مش من نوع الناس يعرفوني، ما نعرفش عاد مش نقولش الناس الكل، اما حد علمي لو مينيموم يعرفوني اني مستحيل انا نتفوه وراني اصدقاء انا وسيمونجي يعني. لكن اختلفنا المره هذه لانه فعلا توجه بالاتهام وانا ما نحبش المغالطات. نختلف في العمق وما نتلاقاوش فكريا ايديولوجيا، لكن ما نقولوش ادب لبعضنا. وانا مستحيل وسيمونجي يعرف، اسالوه قولوا له شكون النائبه اللي قالت الكلام هذاك تو هو يجاوب سيادته.